بتاعت مين يا كابتن؟ انا بسالك السؤال ده مش بصفتك مسؤول، بصفتك زملكاوي ومشجع زملكاوي وعندك رؤيه فنيه. هرد عليك يا مهيب، اقول لك مش بتاعته الفتره دي. انت عندك اجابه المرحله اللي جايه بتاعت مين يا كابتن مصطفى؟ لا احنا ما في اداره، هي اللي بتقول. شفت بقى في اداره. طيب. لكن انا بسالك فنيا. تعالى بقى تعالى كابتن، فنيا انا لو مسؤول مش همشيه. مش هتمشيه؟ لا. يبقى نعمل ايه بقى؟ نبعت نجيبه في الاداره. اذا كنا هنعمل لجنه كوره وامير موجود وفي اشراف على الكوره، كابتن جمال مع عبد الحميد موجود يا جماعه في لجنه في نادي الزمالك دلوقتي مع امير مشرف على الكوره، نبعت نجيب المستشار مرتضى منصور استدعى كابتن جمال عبد الحميد دلوقتي حالا عشان جلسه طارئه ممكن ان يصدر فيها قرار. لا ما ينفعش بس خد بقى دلوقتي بقى انا بقول لك اهو زملكاوي، ما ينفعش دلوقتي. ما ينفعش طبعا، انت مسافر بكره انجولا الصبح، وبعدين طالع من انجولا رايح المغرب. تمام، ما ينفعش. بص يا مهيب.